السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا كارين عند واحد السيدة عام مدة عام، احنا كارين عند حيت كانت عندنا طابلة ديال الماكلة كالبعشر، وكنا الحمد لله بخير، ما كان خاصنا زعما كان حتى شي خير. ومع جا هاد الفيروس هاد المرض جلسني من الخدمة من شهر جوج، ما كنت انا مرض وملي بغيت نخدم وانا صافي لقينا الأزمة ما خلوناش نخدمه. صافي هاديك ما لقيتش باش نخلصها، قلت لها لا لا صبر عليا تنتحرك نخدم ونعطيك رزقه. قلت لي انا كنقلب على الخدمه، ما خليت فين قلبت، كنمشي للحي الصناعي ديال عين السبله، مشي للحي الصناعي ديال التشارك، والو ما لقيت، ما خليت فين مشيت قلبت على الخدمه، زعما كن يوميا كنخرج نقلب. صافي هذيك واحد شويه درت معاه، قلت لي واخا صافي ماشي مشكل. من وراها في رمضان تقريبا مشي سيمانه في رمضان جات هجمت عليا هي ولادها، هي ولادها، ولادها كيهدوا فيا كيقولوا لي غادي تخرج ولا غادي نطيحوا شي روح هنايا، ومع الجيران معايا وفيهم الجيران كيطلبوا فيهم كيقولوا لهم الله يرحم والدين، الناس اللي عندهم وليدات صغار صبروا معاهم والو ما بغاوش. صافي قلت لها واخا لا لا، قلت لها انا غادي نخرج عاوتاني نقلب على الخدمه، قلبت ما لقيتش. صافي جات عاوتاني في العيد، في العيد الكبير سميت في العيد الفطر بيومين هذا، قلت لي والو غادي تخرج، هجمت عليا فرق عند الباب، دخلت المعلم صابت السوارد ديالها، قالت لي الا ما خرجتيش راه غادي نجيب حاشاك السكيري نسكنهم هنايا. قالت لي راه عندي ولدي شمكان نسكنو لك هنايا. صافي هذيك هاد الشيء اللي قلت لها. انا قلت لها صبري واحد شويه، ملي مشينا للكوميساريه الاولى مشاو تما معانا، قال لنا الكوميسير قال لنا ما عندي ما غندير لكم، قال لنا هادشي ماشي سوقه فيه السير، وعد وكيل الملك يا هذيك. واحد شويه مشينا مشي للمقاطع ما خلوناش ندخلوا عند القايد، قالوا لنا القايد ما كيستقبل حتى شي حد. صافي مع نتكلم مع الزوجه ديالك، يعني انت اللي كنت صراحة بزاف، يعني واحد المرحلة ما نبغيها حتى شي حد، يعني خرجتنا الزنقة وحنا عندنا جوج وليدات صغار ومعنا الوالد والوالدة وما عندنا حتى شي حاجة، يعني لا باش نكري ولا باش نصرفوا ولا والو. يعني واحد السيدة اللي دارت معنا الأجر وجابتنا لهنايا وتكلفت بينا هاد المدة هادي، قالت لنا بما تلقاو شي حد اللي يعاونكم. يعني صعيبة تشوف ولادك صغار، يعني باقي سهم التربية، باقي كلشي وكيتشردوا في الزنقة، ومنهم الشمس منهم البرد منهم الكلشي، صعيبة بزاف. حتى شي واحد ما تفكرنا، حتى شي واحد ما اتصل بينا المده كامله ديال الحجر الصحي، لا عائله لا صحاب لا حتى شي حد. يعني الخير لقينا غير في البراني، شي ناس كنعرفوهم برانيين هما اللي كانوا كيشريو لينا الحليب والكوش للدراري وكيجيبوا لينا مواد غذائيه صافي. ما العائله كذب عليك، حتى شي حد ما عمرو هز التليفون يسول فينا حتى في وجه الوليدات نهائيا، يقولوا غير هاد الوليدات كيعايشين. عندي بنيه عندها عامين ونص والوليد 10 شهور، يعني حتى واحد ما تفكرهم. كيبقى فينا الحال كنقولوا على الاقل يشوفوا فينا على وجه دوك الوليدات كيفاش غيعيشوا، حنايا واخا كنصوموا بالنهار وبالليل ما يهمناش الحال، ولكن هذوك الوليدات اللي صغار كيفاش غيعيشوا كيفاش غيتصرفوا مع هذا الوضع. هما دابا يعني كون ما هاد السيده اللي دخلتنا كيفاش غنديروا معاهم، غنبقاو في الزنقه حنا وياهم بزاف. بزاف هادشي علاش خرجنا، يعني كتجي كتصيفط لينا نهضره مع الجيران كتقول لهم الا ما خرجوش غنمشيو العكاشه كاملين نطيحوا الروح ونمشيو. كنفكر انه ولا داروا فيه هو شي حاجه، ولا يعني شكون اللي غيهزنا، شكون اللي غيتكلف بهاد الوليدات الصغار، هادشي علاش فضلنا نخرجوا. واش دير، يعني كي تخلي هو فاش كان خدام وكان بصحته كان الصراحه ما كيخلينا نحتاجوا لحتى شي حاجه نهائيا. يعني واخا كنا كنخدموا بجوجنا في طابله نتاع الماكله وكنا معاونين على الزمان، صعيب باش تخليه دابا مني هو، يعني هو تأزم ودنيه ما كيسمعش بها وبزاف د الحوايج تخليه تخلى عليه ما يمكنش. واخا شحال من واحد تخلى عليه ولكن انا ما قدرت، صعيب. يعني بات ولادك كيفاش تخليه،
صعيب الحال، ما تقدرش. احنا بغينا شي حد اللي يعاوننا على قبل ولادنا وما يبقاوش يتكرفصوا وصافي. يعني مشينا للكوميساريه وبكينا تشبعنا ما عقلوش علينا، مشينا حنا وياهم قالنا ما عندنا ما نديروا لكم، دبروا خرجوا الزنقه نتوما وياهم. واش جدي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.